السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في أولى حلقات برنامج شباب. البرنامج اللي بنلتقي فيه معاكم كل أسبوع وبنتعرف فيه على فقرات شبابية منوعة. فقرة بنكون فيها مع جامعات قطر المختلفة ونتعرف على الأنشطة الجديدة. وفقرة بنكون فيها مع مبادراتكم وأنشطتكم اللي تهمكم واللي إن شاء الله تعود على فائدة على أفراد المجتمع جميعا. للفن نصيب في فقرات برنامجنا، بنتعرف على أنواع الفنون المختلفة، تصوير أو نحت أو فنون تشكيلية، يعني كل شيء له علاقة بلمساتكم الفنية. برنامج شباب يسلط الضوء على جيل المستقبل، جيل 2030، علشان كذا خصصنا فقرة تتكلم عن رؤية قطر الوطنية 2030، علشان كلنا نفهم أهداف الرؤية ونكون كلنا مساهمين في تحقيق هذه الرؤية. أوقات الفراغ اللي نملكها كثيرة، من خلال فقرات برنامجنا بنتعرف على أماكن ممكن نستفيد منها في أوقات فراغنا أو نستمتع فيها مع أهلنا وأصدقائنا. حياكم معاي اليوم في أولى حلقات برنامج شباب اللي بنتعرف فيها على طموح شبابنا وأيضا رياضة جديدة. ما بيحرق عليكم الفقرات، حياكم معاي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ كيف الحال؟ شلونك؟ ساك طيب؟ الله يسلمك. حيا الله من يومك. يا مرحبا وسهلا بك، حياك الله. يمكن أنا أتساءل عن سبب زيارتي. أنا زرتك اليوم هنا، حاب أعرف أكثر عن الشركة. شركة كلاسيك دريم للدعم الإعلام. نعم. والمخلال الإنتاج. طبعاً إحنا نقدم مجموعة من الخدمات من ناحية التصاميم، الحملات الإعلانية، وإدارة المعارض، وإنتاج الأفلام الكرتون. زين. والبراندنج، الشعارات. مثل شعارات البطولات الرياضية، الإيفنتات الرسمية في الدولة. طيب بالنسبة للأبليكيشن، أعتقد في أبليكيشن يتنزل في التلفون، وقرأت أيضاً أن في هناك قناة، قناة الوجبة. شبكات الوجبة. نعم. هي منصة إعلامية تنشر يومياً، فيها فيها كصحيفة إلكترونية وقناة إلكترونية. فإذا ودك أعرفك على بعض الأقسام، نتكلم أكثر عن المشروع. حلو، توكلنا عليك. تفضل. فيصل، كلمني عن شغل المكان هذا بالضبط. هذا قسم الانتاج والجرافيك والاديتنج، البرودكشن بالعربي كله هنا عندك. حلو، يعني انت تشتغل تصفيات وتصفيات والجرافيك، كل شيء تنزلونه. اي نعم. انت بس مجرد جرافيك ولا انت تصمم بعد؟ لا، التصميم والجرافيك طبعا. تصميم وجرافيك. تصميم وجرافيك. ايش اللي صممته؟ حاليا شعارات، شعار الوجبه. شعار الوجبه انت اللي مصممه؟ طبعا هو فكره احمد. فكره مشتركه. اي مشتركه، دائما احنا فيها تعاون دائما. طيب انت الحين قاعد تشتغل حق شنو؟ يعني نبي المستقبل. اخر شيء اللي هو كان حق برنامج سعره حراريه اللي هو الجرافيك، كان حق القديم. حلو. جرافيك كامل. وحاليا قاعد نجدد لهم. حمد، ما شاء الله اشوفك فتنس ما شاء الله عليك، واشوف الصور هنا كلها جيم حركات. ايش سالفه فكرتك؟ برنامج سعره حراريه تقريبا كنا نفكر فيه من 6 أشهر. نحط كذا فكرة ونحط إعداد له ونرتب ونشوف التمارين، نحاول نشتغل على التمارين بالذات. يعني أكثر العالم يدورون، إذا بيدورون تمارين يدشون على النت سيرش وما يشوفون طريقة التمرين، يقرون على التمرين إنه هل 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 التمرين يحرك العضلة. إحنا التمارين هاي صار لنا 6 أشهر نبحث عنها وطبقناها. طبعا أنا مطبقها نفسي يعني شخصيا. حلو. دربتها. حلو. كل تمرين تكلم عنه مع الوجبة المناسبة للتمرين، لأنه أنت أعتقد حاسب إنه كم تمرين كم بتحرق والوجبة كم لازم تحرق فيها، تاخذ اللي في ايدك وتحرق اللي ما في ايدك. هاي 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 بالذات هاي لازم تصرح فيها. ما اخذ من اكثر مدرب، سالتك من المدرب قلت له شلون. انا جدا مهمه هذا. ايه؟ ايش الهدف اللي حاب انت توصل له من وراء كل هالبرنامج هذا؟ ان العالم يتثقفون اكثر ويعرفون شلون يعني يلعبون رياضه. الله يعطيك العافيه يا احمد، وان شاء الله توصل الهدف اللي انت تبيه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. لا تشد علي. شكرا.
بالنسبه حق الوجبه طبعا هي كمنصه اعلاميه احنا سوينا موقع الكتروني رسمي وابلكيشن على الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي. غير ان قلنا خلنا نسوي مقابلات كشخصيات شهر مع الشخصيات الاقتصاديه اللي سووا حاجه هم دائما في خلف الكواليس. نختار يوميا المبدعين اللي في الانستغرام ونحطه في الابلكيشن بحيث انه يتم التركيز عليه. طبعا احنا كنت فاتحين المجال ان الناس تشارككم الافكار وان شاء الله ممكن تطرح معاكم فكر وانتم ايضا تنمونها معاهم. اكيد اكيد. شباب تكلمون شوي عن دوركم هنا؟ دورنا هني سلام كلا قناة الواجبة ان نقدم ونعد البرنامج نفسه معالجتك. حلو. منها من كتابة السكريبت من الاخراج من المونتاج. طيب شنو جديدكم انتم؟ ان شاء الله جديدنا راح يكون شلون توفير التكنولوجيا في حياة المستخدمين في الحياة اليومية. هذا الموسم الاول، الموسم الثاني ان شاء الله راح نطلع يعني شوي عن بنتوسع اكثر. نعم بنتكلم عن التكنولوجيا الحربية، التكنولوجيا مع الطب، والتكنولوجيا مع العلوم الحديثة شلون ممكن الواحد يستفيد منها ان شاء الله. يعني اسال الله يوفقكم ان شاء الله. تشهد قطر تطور كبير في كافة المجالات، لكن مع هالتطور صرنا نشوف الناس تزورنا من كل دول العالم، إما للسياحة أو عشان تعيش بيننا وتندمج معانا وتعرف أكثر على عاداتنا وتقاليدنا. احتضن الدوحة هي واحدة من هذه المبادرات الشابة اللي تساعد غير القطريين إنهم يتعرفون أكثر على المجتمع القطري. اليوم بنزورهم ونتعرف أكثر على هالفكرة الحلوة وآخر النتائج اللي وصلوا لها في فترة بسيطة. عليكم السلام. شلونك أمل؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. شو مسوية؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام. سمعت عن برنامج احتضن الدوحة؟ مشروع احتضن الدوحة وأدرى إن أنتي المؤسس صاحب الفكرة. فجيتك عشان تكلمينا عنها. إيه أكيد حياكم الله، تفضلي معي. فكرة مثل احتضن الدوحة أكيد لها يعني مصدر وحي. مكان استوحيتي من هالشيء او موقف او شيء، فمن وين استوحيتي؟ والله صراحه هو من تجاربي، يعني على ايام الجامعه بعد اختلاطنا بالطلاب، يعني انترناشونال ستودنتس، الطلاب اللي يجون من جامعات ثانيه من جنسيات وخلفيات مختلفه. بعد تطور الموضوع لما اشتغلت في شركه، بعد زملائنا في العمل كانوا اجانب، فتحسين طبيعه الاسئله اللي تنسالينها او المواقف اللي تنحطين فيها تعطيك ايحاء ان الاجانب محتاجين هالنوع من البرامج. اذا وفرنا احنا مثل هالنوع من المعلومات او البرامج لهم، نحاول نثقفهم يعني من خلال ورشه، من خلال محاضره، اذا وصلنا هالمعلومه بطريقه سلسه هم اكيد بيتقبلونها، وبالعكس بيقدرون ان انت يعني قدمتي لهم هالنوع من البرامج، خاصه اذا جاء من شخص قطري. امل، خليني اسالك عن دور حاضنه قطر او دعمها لكم حاضنه قطر للاعمال بما انها نقطه الانطلاق الفعلي للمشروع. طبعا احنا ضمينا لهم لان المشروع بالنسبه لنا كان مجرد فكره او شيء مكتوب على ورق حابين احنا نطبقه، بس مش عارفين كمبتدئين كيف ممكن نطبق الموضوع على ارض الواقع او كيف ان احنا ممكن نوصل للاجانب بطريقه سهله. طبعا حضنت قطر الاعمال وفرت لنا يعني برنامج مدته 3 شهور، في البدايه كان اسبوع بس مكثف، يعني كنا نقعد في الحضنه بشكل يومي. يعني برنامج تدريب. تدريب بالضبط، ان كيف الفكره، كيف ممكن نصيغها، طيب الكاستمرز كيف ممكن نوصل لهم، الفاينانس كيف ممكن نسوي دراسه جدول المشروع، المشروع ناجح او لا. وهم يعني صراحه مشكورين انهم وفروا لنا مكان مكتب يساعدنا احنا ناخذ رخصه بدل ما نتكبد يعني متمدين التزامات ماديه علشان ناجر مكان خارج
خارج الحاضنة. وسويتي الورش اللي قلتي لي عنها في المواقع الخارجية وغيرها هنا حتى؟ الورش احنا بدينا يعني، بس لان فتره انطلاقتنا كانت شهر 5، اقرب فرصه لنا كانت رمضان، فحبينا نستغل هالشهر بان نقدم ورشه للاجانب تعني بتعريفهم على رمضان علشان يتقبلون هالشهر. بس علشان نتكلم عن الموضوع بتفاصيل اكثر ونخليك تشوفين بعد صور اوضح، تفضلي معنا على المكتب. البداية كانت مجرد فكرة. كانت البداية اسم حياكم، بعدين واجهنا صعوبة لأن الأجانب ما كانوا يفهمون الاسم. شعاركم مخذينا من التراث عشان تي حطيتوه للمساند. احتضن رمضان هو المشروع اللي كلمتيني عنه من شوي، تقدروا تقولي لي المحاور اكثر؟ المحاور اللي طرقنا لها خلال الورشه كانت ايش الهدف، او ليش احنا كمسلمين مثلا نقدس هذا الشهر، مثل ما تقولين ليش نصوم، ايش الاهداف من وراء الصيام، ايش الاشياء اللي تدخل في الدين او تدخل في الثقافه. طبعا هالامور تكون دائما حساسه، فاحنا خلال الورشه نحاول نغطي كل هالامور، نحاول نعطيهم تعريف اكثر، نجاوب على اسئلتهم عن اي استفسار كان يراودهم. الورشة الثانية كانت عن الثقافة، يعني عادات وتقاليد، هذه بعد تسهل لك عملية الاستقرار في البلد، يعني أنت تستقرين في الدوحة وأنت فاهمة ليش يلبسون أبيض الشباب، طيب البنات ليش يلبسون عباية، شو ممكن أسلم عليهم، هاي كلها كانت إيه ممكن تساعدهم أنهم يتعايشون مع القطريين. أمل يعطيكم العافية على هالمشروع واللي صدقنا يحافظ أو يساعد على حفظ الهوية الوطنية. أتمنى أن أنا أشوف أثر هالمشروع في الدوحة وخارج الدوحة. يعطيكم العافية. الهدف من الرؤية الوطنية. الهدف من الرؤية الوطنية هو تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة وتحقيق التنمية المستدامة. كلنا عارفين يعني شنو متقدمة، لكن شنو يعني مستدامة؟ يعني تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال التجارية بحيث تلبي احتياجات المجتمع في الفترة الحالية والأجيال القادمة. التنمية المستدامة تصير في مجالات النمو الاقتصادي، حفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية. عشان كذي كل يوم نشوف شيء جديد في مجال من هذه المجالات عشان تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأكيد رؤية قطر 2030. الرياضة مفيدة جدا لجسم الإنسان. في بعضنا يلعب رياضة عشان ينزل وزن، والبعض يلعب عشان لياقة بدنية أو بناء العضلات. بتعرف معاكم اليوم على رياضة جديدة فيها لياقة بدنية وبناء عضلات وتنزيل وزن وغيرها من الفوائد. خلونا نستعد لها مضبوط وشوف شلون هالرياضة تفرق عن غيرها. Hi, good afternoon. My name is Pete Collins. Welcome to CrossFit Oryx. CrossFit, a little bit of background knowledge about CrossFit. It's a strength and conditioning-based program. Here at CrossFit Oryx, we're like a big fitness community.
which means we all look after each other. Me as the coach and my coaching staff, we advise on nutrition. We help people learn new skills. Right, let's break away into the warm-up. CrossFit's been around for over 10 years now, but it's only been in Qatar for around about 6 months. I would like to consider myself one of the founders of bringing CrossFit to Qatar, and I'd like to basically give all my knowledge to the guys here. Stretch, up, 10 of those. Up, stretch it out, roll it in, one more. Good, and relax. Stand up. Good, now just join the rest of the guys. What's the difference about this gym and the normal gym? Okay, CrossFit is it's a strength and conditioning based program, and it's very much community driven. So when you come here, it doesn't matter who you are, where you're from, what your background is, we're all friends, we all help each other, and we all look after each other. So what you'll find here is a very safe environment to develop your strength and conditioning. Coach Peter, how impossible to join in this gym? Okay, so if you want to join CrossFit Oryx, all you need to do is check out our website, www.crossfitoryx.com. And on there, you'll get my email address, my phone number, my personal phone number. Give me a call, drop me an email. The next step will be I'll invite you in for a chat. You'll watch a class, and then we take it from there. وياك انا تمرنت شوي تعبت شوف يعطيك العافيه كم صار لك بالجيم؟ ثلاث شهور تقريبا ثلاث شهور أي. حسيت فرق؟ اي في فرق وايد من بدايه لليوم انت تمرنت في الجيم قبل هالجيم هذا شو الفرق بين الجيم اللي هو المعتاد اللي الشباب كنا نتمرن فيه والجيم هذا اللي شوي نقدر نسميه حركي وحيوي؟ انا قبل اجي هني كنت دائما اروح الجيم وحديد وكذي اشياء عاديه يعني بس يوم جيت هني خلوني غصب انقز على الحبل مثلا ما كنت اعرف ركض الاشياء اللي تشوفها يعني انك تسوي بول اب وضغط وكل اشياء ورا بعض فهي تزيد الانتنسيتي عندك تصير شلون تصير عندك لياقه اكبر يمكن ثلاث اربع اضعاف اللي كنت عليه انا هذاك يمللني هاي وناسه هذا حركه وبالذات ان عندك انت كوميونتي شباب فكل واحد يقول حق الثاني سوى وما سوى وكذي احنا نصلح حق بعض حلو في الجيم شوي انت بروحك وماخذ راحتك مع الوقت يعني فالفرق البرفورمانس عندك يزيد الاندورنس يزيد فهاي هالشيء يخلي جسمك يقلل الدهن ويزيد العضل عبد الله كم صار لك تمرن هنا؟ صار لي أربع شهور تمرنت من قبل في جيم ثاني أو هذه أول مرة؟ لا تمرنت في جيم ثاني شو الفرق اللي لقيته هنا وهناك؟ هذا كل يوم شيء جديد ما في تكرار في التمارين نتعلم أشياء جديدة الواحد يجد نفسه في أشياء يعني في وقت في واحد كل يوم يطور نفسه غير عن الجيم اللي كل يوم نفس الروتين نفس الأدوات نفس كل شيء زين وبالنسبة لأن أنا لاحظت أن اللي تمرنون هنا كلهم مع بعض كل واحد يشجع الثاني تبادل تمارين مع بعض غير أن الجيم ممكن تجي تتمرن لحالك وتطلع إيه نعم شلون هذا ينعكس عليك أنت عشان أنك أنت تستمر في التمرين يعني تجي هنا تشوف الناس يشجعون واحد كل من يصارخ ويساعد ويقول لك هاي الطريقة الصح وهاي الطريقة الغلط ونفس الوقت تشوف غيرك الواحد بده يتنافس معاهم اللي بده يكون نفسه يطمح إنه يكون أحسن وأحسن كل مرة يعني صراحة أنصح الجميع إنه يجي ويجرب التمارين هذه كلها تمارين حركة فائدتها أكثر ممتعة أكثر وأهم شيء إنك تحب التمرين لأن راح تشوف فائدته بشكل ملحوظ بحياتك تعالوا وجربوا هالتمرين
وانا شكلي تكسرت اصلا، فيبي لي بعد كم يوم اتمرن عشان اتعود على التمرين. كانت هذه فقراتنا لليوم، نتمنى ان احنا قدرنا ناخذكم معانا في جوله ممتعه. ترقبونا الاسبوع الجاي ان شاء الله مع فقرات شبابيه جديده. مع السلامه.